العقيد الشهيد البطل سيد حواس واسمه الحقيقي أحمد بن عبد الرزاق حمودة، واحد من أبطال الثورة التحريرية الأشاوص وقائد الولاية التاريخية السادسة. بمسقط رأسه ببلدية مشونش ولاية بسكرة انطلقت اليوم رسميا أولى إشارات إنجاز فيلم تاريخي سينمائي يحكي بطولات الرجل. كان نتكلم عن البطاقة التقنية تاعو، لحد الآن احنا نقدروا نقولوا بلي احنا نرجعوا على مسيرة سي الحواس في الولاية السادسة، نرجعوا على بالطبع الكولونيل سي الحواس، ومن جانب اخر نرجعوا على حتى مشاركة الولاية السادسة في حرب التحرير الجزائرية. هذه الشخصية السامقة في تاريخنا الوطني التي جوبلت على الجهاد والنضال، والتي هي في الحقيقة امتداد لأسرة وعائلة مناضلة من وقت المقاومة الشعبية إلى غاية ثورة التحرير المباركة. فهذه الشخصية وما يستمد من دراسة تاريخها المطول الكثير من القيم والقيم الوطنية. مشاهد الفيلم تبدأ من الطفل محمد السروج صاحب 13 سنة الذي رفض إعطاء معلومات لقوات العدو عن المجاهدين فاغتالوا أخيه أمام عينيه. هذه مهمة صعبة بصح إن شاء الله راح نكونوا راح نحاولوا نأدوا ما علينا، هذا بالشراكة مع المخرجة مع اللي أعطت فيها الثقة والفريق التقني والفريق الفني إن شاء الله. ويبقى إنجاز الفيلم في حد ذاته مفخرة وطنية للحفاظ على الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري.